طيب على كل حال هشرح لك بالظبط اللي هيحصل ايه. هو يقال ان الاستاذ حسن المستكاوي اعتذر عن الظهور اللي هو كان قاعد بيشرب شاي ده, اعتذر عن الظهور في القناه. ببساطه شديده القناه دي احتمال تعمل اللي اقول لك عليه ده, او لابد تعمل اللي اقول لك عليه ده. في كام قناه رياضيه في مصر. انا واحد من الناس حضرت لما بدا ظهور قناه اسمها النيل الرياضه. قناه النيل الرياضه كانت فكت القنوات بقى, يعني كنا بقى ايه قناه كامله للرياضه. لكن الزمن لما بيعدي على اي حاجه بياكلها في السكه. راحت زمن قناه النيل الرياضه, وجاء لا كان الاول زمن شباب النيل, ولذلك الرياضه الشباب والرياضه. ولذلك حسام الدين فرحات كان هو رئيس شبكه الشباب والرياضه, وهو لما جت عملت قناه النيل الرياضه هو اللي مسكها. وحتى نجوى ابو النجا كانت برضه في الشباب والرياضه وجت وبعدين بقت رئيس قطاع. بعد كده بدات كل القنوات تعمل برامج رياضيه وتحط فيها بقى ايه هلا على الفانيلا والحاجات دي. وشوبير طبعا بدا الاعلام الرياضي من بدري جدا, من بدري من القناه يمكن بتاعه طنطا, يعني من اقدم الناس اللي بدات. لكن قناه رياضيه عايزه فلوس, وقناه رياضيه بالظبط كده لما طلعت الجزيره الرياضيه بهدلتنا. قبلهم تي ار تي السعوديه لما خدوا احتكار البطولات, او ما بدا السنه دي سنتها قناه تي ار تي التركيه, الاي ار تي السعوديه هي اللي احتكرت البطولات. وكان في كافيهات معينه في مصر تروح الكافيه تلاقي عليه العلامه تحضر, يعني عشان بس هتشوف القطر اللي عملتها ده. البدعه دي سنتها اي ار تي السعوديه. وبعدين فبدانا نعرف ان القناه الرياضيه يعني تجيب دوريات, تشتري دوريات, تشتري حصري حاجات عشان الناس تحضرك وتشوفك, وتشتري بقى ناس حصري يبقوا معاك كده. الحقيقه بين سبورت طلعت عرض كل قنوات الرياضه لانها واخده اغلب الدوريات. وبالتالي على الاخ تركي الشيخ, وده اللي هيعمله لابد يعمله, يعني انه هيشتري الدوري المصري والكاس بتاع مصر. لازم يعمل كده, لازم, بص لازم, مفيش حل نعمل كده. او يشتري مع قناه تانية, يعني اما يشتري حصري وفي الغالب هتبقى حصري يعني, او يشتري مع قناه تانية. انا في الغالب بقول لك هتبقى حصري, احتمال كبير يعني. وبالتالي يبقى الدوري عشان تشوفه, تشوفه فين؟ لا هتشوفه على قناه الاهلي, ولا تشوفه على دي ام مش عارف ايه, ولا سبورت, ولا اي حاجه, هتشوفه عن تركي آل الشيخ. وعشان كده هتبقى كل الفته في مصر على مين؟ على قناه تركي آل الشيخ. فتركي آل الشيخ مش بيأسس نادي, تركي آل الشيخ بيسيطر على الرياضه في مصر بشقيها, الكوره, اللعب يعني نفسه, والاعلام. كده الاعلام الرياضي في مصر تعرى تماما واصبح ملك سعودي اسمه تركي آل الشيخ. عجبك بقى ما عجبكش ده الموضوع, غير انه ممكن يشتري مثلا دوري مثلا مكسيكي, دوري برتغالي, يعني يعمل كده شويه شقلباظات كده بحيث ان القناه دي, هو لازم يعمل كده, لازم يعمل كده يا جماعه, لازم يشتري دوريات. واول دوري هيشتريه هو الدوري المصري. لا والا هيعرض ايه يعني؟ هجيب الناس دي عشان اديها مرتبات وقاعده تشرب شاي وقهوه في المكاتب؟ لا, هجيب الدوري المصري يبقى حصري عندي او مع قناه ثانيه, وبالتالي بقى الناس دي تقعد كل يوم تفت بقى. واتحاد عثمان, واتحاد عثمان لسه بيلعب؟ ما بيلعبش. اذا وماتش النهارده وضرب الجزاء, طب نعيد ضربه الجزاء ثاني, طب وتبقى طول النهار بتتكلم على الماتشين ثلاثه اللي اتلعبوا. بقيه القنوات بتعمل ايه بقى؟ بتقمع باميه. بقيه القنوات كلها اللي خارج تركي آل الشيخ بقت ما فيهاش حاجه, بتذيع حتى ما لهاش حق انها تعيد اهداف او حتى تاخد لقطات هايلايتس يعني من ماتش. خلاص كله هيبقى حصري آل الشيخ. كده تركي سيطر على الاعلام الرياضي في مصر. والحقيقه حد هيقول لي وماله ما يسيطر, هو حر مش دفع؟ لا يا جماعه, عايز اقول لكم ان في امريكا, امريكا وقفت قدام بيل جيتس تقريبا في قضيه الاحتكار. الدول الكبيره ما بتديش لحد احتكار. يعني طالما انا داخل دوله, انا داخل دوله اسمها مصر او دوله ذات سياده, لا يجب ان حد واحد يحتكر سلعه داخل الدوله. الدوري المصري سلعه, لا يجب ابدا ان قناه تحتكره, وبالتالي بقيه القنوات تقعد تتفرج عليه وتتحسر. عشان كده انا بقول لك الخطوه دي اخطر ما يمكن. الخطوه دي طبعا بؤس من مين؟ ومباركه السيسي. لان السيسي الحقيقه مش عايز قنوات اخباريه ولا عايز قنوات رياضيه, وعايز قنوات رياضيه تحت ادارته هو, وادارته هو لا تختلف كثيرا عن اداره تركي آل الشيخ. السيسي شايف ان نموذج عبد الناصر ك
كان نموذج قدر يصنع شخصية عبد الناصر، وعبد الناصر محظوظ بيه.